بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة الحالية سنقوم باستكمال الأفكار التي عرضت في المحاضرة الماضية وإضافة بعض الأفكار الجديدة ضمن سياق مساقنا. ابتداء بدي أبدأ في غلاف الكتاب المقرر. فالكتاب المقرر إلنا هو حسب ما وضعته بالخطة هو Introduction to Optics 3rd Edition. المؤلفين مجموعة من آل بيدروتي، فرانك بيدروتي ولينو بيدروتي ولينو إس بيدروتي. هذا الكتاب بيشمل أو بيغطي كل القضايا الواردة في المفردات، ولكن بترتيب مختلف عن الترتيب الوارد في الكتاب، فسنتحدث عنه كل شيء في حينه. وهو كتاب انترناشنال، كتاب معتمد في كثير من الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو كتاب يعني يستحق أن يدرس في الجامعات في موضوع الأوبتكس من خلال المدخل للمادة الأولى ومن خلال أيضا المادة الثانية اللي تحدثنا عنها في المحاضرة الماضية. الآن في هذا الكتاب في شرح للمادة، شرح مفصل واشتقاقات ورسومات واكزامبلز وبروبلمز تمارين، وبالتالي على الأغلب احنا راح نكون كل الحلول اللي راح نقدمها كتطبيقات على مادتنا راح تكون مأخوذة من هذا الكتاب. كثير منكم راح يسأل وين ممكن نوجد هذا الكتاب. يعني هي اسم الكتاب، بتكون تدوره على براوزر معين، في مواقع كثيرة بتفتح هذه الكتب نسخة كاملة بالبي دي اف. يعني بتدبروا حالكم في الحصول على هذا الكتاب. يمكن اقتناؤه من خلال المكاتب المعتمدة، أظن في الجامعة الأردنية وفي جامعة اليرموك، في البوكشوبس موجودة. ما أعتقد أن البوكشوب اللي في الجامعة موجود، لكن اقتناؤه مش عملية صعبة. النسخة الورقية من هذا الكتاب موجودة عندي. عادة لما كنا ندرس وجاهي كان مجموعة من الطلاب يتطوعوا ويأخذوا يصوروا جزء من هذا الكتاب وهم يتحملوا مسؤولية ذلك. على كل حال هذا هو الكتاب، وبالتالي في عندكم عدة خيارات للحصول عليه. احنا في نهاية المحاضرة الماضية توقفنا عند هذا السلايد، وهو سلايد الالكتروماغنيتك سبيكترم. حكينا عن الموجات الضوء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية، والموجات الكهرومغناطيسية يمتد طيفها من الموجات الطويلة مرورا بالراديو ويفز والمايكرو ويفز والفيزيبل ريجن وانتهاءا بالجاما ريز، مختلفة عن بعضها البعض هذه المناطق بالصفات وبالتطبيقات وبالأطوال الموجية وبالترددات. الآن مثال، راح نحل مثال على هذا الموضوع على الإلكتروماغنيتك سبيكترم، وهو مثال موجود من الكتاب إكزامبل رقم 2. ففي هذا الإكزامبل بيحكي لنا a certain sensitive radar receiver، يعني في أن مستقبل راداري حساس محدد يستقبل موجات كهرومغناطيسية، إشارات كهرومغناطيسية، هو يعني يرصد detects an electromagnetic signal، يرصد إشارة كهرومغناطيسية ترددها الفريكونسي 100 ميجا هرتز، والميجا هرتز يعني 10^6، وقدرة هذا السيجنال 6.63 × 10^-16 جول لكل سكند، علما بأنه الباور هي عبارة عن الانرجي على التايم، اللي بين قوسين هون بفسر لنا معنى الباور. في مجموعة من المطالب، 7 مطالب رح نيجي عليها واحد واحد. المطلوب الأول What is the wavelength of a photon with this frequency؟ ما هو الطول الموجي لهذا الفوتون بهذا التردد؟
طبعا أخذنا في المحاضرة الماضية أن طول الموجي علاقته مع التردد C over نيو، أحيانا برمزوا لها frequency F وأحيانا نيو. ف C سرعة الضوء في الفراغ، ونيو معطينا 100 ميجا هيرتز، لما ضربناها في 10 قوة 6 حولناها لهيرتز فبطلع 3 متر. وبالتالي إذا اطلعنا على هون الرادار في هذه المنطقة، الموجات الرادارية أو الموجات التي تستقبلها أجهزات الرادار هي موجات تصنف بأنها طويلة، وهذا دليل على أن هذه الموجة طولها الموجي طويل، 3 متر نسبيا هو طول طويل بالنسبة للموجات الكهرومغناطيسية. المطلوب الثاني، What is the energy of a photon in this signal? Express this energy in joules and in electrovolts. مطلوب إيجاد طاقة هذا الفوتون لهذه الإشارة، ومطلوب التعبير، Express يعني التعبير، عبر عن هذه الطاقة بالجول وبوحدة الجول وبوحدة الإلكترون فولت. الفوتون طاقته مكممة، وكم الطاقة لهذا الفوتون قانونها E تساوي H نيو، حيث H هو ثابت بلانك 6.63 times 10 to minus 34 جول سكند. مدرسين التوجيه بسموه مثابة بلانك 6.6، ف6 و63% أو 6.6 بالعشرة في 10 قوة ناقص 34 جول سكند، هذا ثابت بلانك في التردد، والتردد معطينا إياه في السؤال، فبيطلع طاقة الفوتون الواحد 6.6 في 10 قوة ناقص 26 جول. لما بدنا نحول هذه الطاقة لإلكترون فولت ببساطة بنقسم على 1.6 في 10 قوة ناقص 19 جول، وهذه جاية من تعريف الإلكترون فولت. تعريف الإلكترون فولت هي الطاقة اللي بيكتسبها الإلكترون، شحنته 1.6 في 10 قوة ناقص 16، شحنته المطلقة طبعا، لما يتعرض لما ينوضع بمنطقة فرق جهد مقدارها 1 فولت. فلما نطبق مفهوم الطاقة على هذه الحالة بيطلع 1 إلكترون فولت is equal to 1.6 times 10 to minus 19 جولز. فطاقة الفوتون الواحد تطلع 4.14 في 10 قوة ناقص 7 إلكترون فولت. لماذا الإلكترون فولت هي وحدة للتعبير عن طاقة الجسيمات في الفيزياء الذرية وفي الأوبتكس أحيانا وفي الفيزياء النووية، هي وحدة مناسبة. كيف إحنا بنعبر عن المسافة بين المدن بالكيلومتر أو بالمايل؟ لأنها وحدة مناسبة، مش معقول نعبر عن هذه المسافة بالنانومتر، أو مش معقول نعبر عنها بالمتر لأنه بيطلع معنا أرقام كبيرة، فمن المناسب أنه نستخدم الكيلومتر للتعبير عن هذه المسافات. هون من المناسب أنه نستخدم تعبير الإلكترون فولت للتعبير عن طاقة الجسيمات في الفيزياء الذرية، في الأوبتكس، في الفيزياء النووية. مطلوب سي، How many photons would arrive at the receiver in this signal؟ إذن هذا السيجنال هو بوصل لرادار. الرادار كيف مبدأ عمله؟ يجي سيجنال من الهدف الذي يرسل الإشارة للرادار، الرادار بيلتقط هذه الإشارة وبيحللها بشكل ما لمستخدم الرادار، وهذا الرادار والمستخدم بتصرف بناء عليه. فبيسألنا هذه الإشارة بهذه المواصفات كم تحمل معها فوتونات عندما تصل إلى الرادار ريسيفر. فمن نشوف كيف من نحل هذا السؤال. The number of detected photons per second اللي هو N would be عدد الفوتونات التي يتم رصدها، هي عبارة عن الباور على الانرجي لكل فوتون. الانرجي لكل فوتون هون حسبناها، والباور معطينا اياها في السؤال. فلما نقسم الباور على الانرجي لكل فوتون، لاحظوا من وحدات القياس شو بيطلع لنا عدد لكل ثانية. هذا العدد لكل ثانية بيمثل عدد الفوتونات لكل ثانية، يعني بالثانية الواحدة كم فوتون يصل الرادار من هذه الإشارة.
فلمن قسم الطاقة على لمن قسم القدرة على الطاقة الباور على الانرجي بيعطينا 10 قوة 10 فوتون لكل سكند، وعدد كبير جدا. إذا حتى يرصد الرادار هذه الإشارة بهذه المواصفات لا ويستشعر هذه الإشارة، لأنه موجات طويلة طاقتها ضعيفة، إحنا لما نحكي عن هذا المقدار من الطاقة، طاقة قليلة جدا ضعيفة لا تكاد أن لا تكون محسوسة بالنسبة لهدف الرصد. طب ما العمل حتى يرصد؟ العمل أنه من عدد فوتونات عالي، هو لما نحكي يعني 10 قوة 10، يعني تقريبا 10 بليون، 10 بليون يعني 10 في 10 قوة 9، يعني 1000 مليون، 10 في 1000 مليون فوتون لكل سكند حتى يرصد هذه الإشارة. شو السبب؟ لأنه طاقتها ضعيفة. الآن بالفرع دي جايب لنا فوتون من منطقة ثانية، جايب لنا فوتون من منطقة ثانية، خلينا نشوف هذا الفوتون الفرع دي. What is the energy in joule and electron volt؟ يعني بكرر مطلوب سابق بالنسبة لفوتون، هذا الفوتون visible يعني مرئي بالنسبة للعين البشرية. كم طول الموجة؟ 3.5 نانومتر، 555 نانومتر. 555 نانومتر هذا لون أحمر مرئي. طيب فمنكرر العملية، في البداية بنحسب طاقة الثلاث خمسات، طاقة الفوتون اللي طول الموجة 555 نانومتر، بنفس الطريقة تطلع الطاقة 2.2 × 10 إلكترون فولت. لاحظوا قارنوا ما بين طاقة هذا الفوتون في المنطقة المرئية، يعني الفوتون هنا موجود في هذه المنطقة، الفوتون الأول في منطقة الرادار كان موجود هون، طول موجي عالي تردد منخفض، هون صار عندنا طول موجي أقل وتردد أعلى نسبيا، التردد الأعلى نسبيا صاحبه طاقة أعلى برضو نسبيا، نسبيا يعني مقارنة مع هذه الطاقة. بعدين نحسب عدد الفوتونات بنفس الطريقة، بيطلع 1850 فوتون لكل سكند. لاحظوا إشارة بطول موجي مقدارها 555 نانومتر لها نفس القدرة، مسؤول عنها 1850 فوتون لكل ثانية، بينما نفس الإشارة بنفس القدرة ولكن لفوتون أقل ينتمي إلى منطقة اللونج ويفز، بيحتاج حتى يعني يكون في تحسس للجهاز المستقبل في رصد هذه الإشارة، بيحتاج 10 قوة 10 فوتون لكل سكند. طيب المطلوب اللي بعدي، ماذا لو كان الفوتون من منطقة طيفية أعلى، يعني من هذه المنطقة، من منطقة الإكس راي؟ وهذا الفرع اللي بعدي، الفرع اللي بعدي What is the energy in joules and in electron volt of an X-ray؟ طول الموجي فوتون طبعا، طول الموجي 1 بالعشرة نانومتر، والفرع دي كم فوتون مسؤول عن هذا لهذه الإشارة، كم فوتون مسؤول عن هذه الإشارة بهذه القدرة؟ يعني بعمل لنا مقارنات لثلاث فوتونات بنتموا لثلاث مناطق، هاي المنطقة الأولى وهاي المنطقة الثانية وهاي المنطقة الثالثة، إلهم نفس القدرة، مختلفين في الطول الموجي، ولكن بدنا نشوف في كل مرة كم عدد الفوتونات المسؤولة عن هذه القدرة. فلما نعمل لما نكرر نفس الإجراءات على فوتون الإكس راي، الطاقة بتطلع 12400 إلكترون فولت، فقارنوا مع الثلاث خمسات 2.2 × 10، قارنوا مع موجة الرادار 4.14 × 10 قوة ناقص 7، فرق محسوس بشكل كبير جدا. لما نحسب عدد الفوتونات بيطلع 33% من الفوتون لكل سكند. طبعا الفوتون لا يتجزأ، شو معناها؟ معناها انه بالثلاث ثواني في فوتون واحد يضرب الديتكتر الريسيفر، وهذا الريسيفر بيستشعره وبيعطينا الاستجابة المطلوبة. فواضح هون من هذا المثال، وهو مثال مفيد جدا،
ومفارقات ما بين خواص الفوتونات في مناطق طيفية مختلفة. هيك بنكون خلصنا تقريبا عن الانتروداكشن، وبنيجي عن الموضوع اللي بعديه اللي هو جيومتريكال اوبتكس، ترتيب هذا التشابتر رقم 2 في الكتاب اللي حكينا عنه في هذا الكتاب. ترتيب الجيومتريكال اوبتكس هو تشابتر 2. الان جيومتريكال اوبتكس حكينا في المقدمه انها فرع بالفيزياء بيختص في التعامل مع الضوء على اساس انه اشعه تسير بخطوط مستقيمة في الوسط المتجانس. وسامحونا بنشرب قهوة، ولكن لما تكون المحاضرة صباحية لازم ندعم الجسم بشيء صحيح. على كل حال، فالأشعة المتوازية الأشعة الضوئية تكون تسير بخطوط مستقيمة في الوسط المتجانس اللي بسموه الهوموجينيوس ميديوم، ويتم التعامل معه على أساس هندسي، وراح تشوفوا هذا الموضوع. القضايا أو الظواهر اللي بتعالجها مواضيع جيومتريكال أوبتكس هي الريفراكشن، انكسار، ريفليكشن، انعكاس، أوبتيكال إنسترومنتس، الأجهزة البصرية، واللي بتعتمد على الميرورز، المرايا، واللينسز، العدسات. الآن في العلوم ما في فواصل حادة ما بين الفروع، وإنما الفروع يقتضي التعامل معها بناء على الحالات التي يتم رصدها وتحريها. فأنا إذا عندي ضوء ساقط بطول موجي معين، والضوء الذي يسقط، الضوء المرئي الذي يسقط، هذا حدود أطواله الموجية. قديش أطواله الموجية تتراوح؟ لاحظوا تقريبا مع 10 قوة ناقص 6 إلى 10 قوة ناقص 5 تقريبا. إذا حسبتوها وحولتوها للنانومتر يعني تقريبا من 400 إلى 700 نانومتر، أطوال موجية قصيرة نسبيا. طيب الضوء لما يسقط على عدسة بعدها البؤري 3 سنتيمتر، أو لما يسقط على مرآة مقعرة بعدها البؤري مثلا 2 سنتيمتر، شو مقارنة الطول الموجي مع هذه الأبعاد؟ المقارنة أن الطول الموجي أقل بكثير من هذه الأبعاد، نحكي 400 نانومتر يعني 400 في 10 قوة ناقص 9، ونحكي عن 3 سنتيمتر بعد بؤري. في فرق بينهم؟ في فرق بينهم. قديش؟ 3 سنتيمتر يعني 10 قوة ناقص 2، النانومتر يعني 10 قوة ناقص 9، يعني في بينهم 10 قوة ناقص 7، يعني 10 مليون خلينا نحكي. يعني الطول الموجي أصغر من أبعاد العدسة بعشرة مليون مرة. طيب لما يكون الطول الموجي أصغر بعشرة مليون مرة، يعني لما نقول واحد معه دينار وواحد معه 10 ملايين دينار، لما نضيف أو واحد ثروته 10 ملايين دينار وواحد وربح دينار، لما نضيف الدينار على 10 ملايين دينار منضلنا نحكي عن المبلغ أنه 10 ملايين دينار، على أساس أنه الدينار هذا يعني غير محسوس. وبالتالي حدود البصريات الموجية ينتهي تطبيقها عندما تؤول لمدة إلى الصفر. شو يعني عندما تؤول لمدة إلى الصفر؟ يعني لما نهمل لمدة مقارنة بالأبعاد التي نتعامل معها في النظام إياه. فإحنا بنتعامل مع نظام أشعة تسير بخطوط مستقيمة، عدسات بأبعاد بؤرية محسوسة، مرايا بأبعاد بؤرية محسوسة، هذه الأبعاد أكبر بكثير من الطول الموجي، بنهمل الطول الموجي وفورا ننتقل لجيومتريكال أوبتكس. وبالتالي هذه معنى العبارة، أنه نبدأ بتطبيق الجيومتريكال أوبتكس لما نهمل الطول الموجي. ومتى مسموح لنا نهملها؟ عندما تكون الأبعاد التي نتعامل معها أكبر بكثير من الأطوال الموجية. آخر سلايد في هذه المحاضرة، في عندنا قانونين أساسيات اللي هو قانون الانعكاس law of reflection وقانون الانكسار law of refraction. reflection انعكاس، refraction انكسار، وقانون الانكسار هو بسموه أيضا قانون سنيلز law. الآن القانونين هذول بدي أشرح عليهم من خلال هذا القانون، من خلال هذا الرسم. هذا الرسم فيه أن شعاع ساقط، شعاع منعكس، وشعاع نافذ،
أو الشعاع النافذ هو شعاع منكسر. إذن هذا الشعاع الساقط، وهذا الشعاع المنعكس، وهذا الشعاع النافذ. لاحظوا في أن هنا سطح، هذا السطح هو سبب انكسار الشعاع وهو سبب انعكاس الشعاع، وبالتالي وفي أن هنا مستوى، هذا المستوى متعامد على مين؟ على السطح العاكس أو السطح الكاسر أو كليهما. فهذا المستوى بسموه مستوى السقوط، الشعاع الساقط والشعاع المنعكس موجودات في مستوى السقوط، وأيضا الشعاع المنكسر، يعني هذا كامل مستوى السقوط ومستوى الانكسار. فالقوانين سواء كان الانعكاس أو الانكسار، إنه الشعاع الساقط بسموه incident ray، الشعاع المنكسر reflected ray، والشعاع المنكسر بسموه refracted ray. فهذه الأشعة الثلاثة موجودة في نفس المستوى. إذن هذا أحد عناصر القانونين. القانون الانعكاس أيضا في له بند ثاني، إنه زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس دائما في أي انعكاس منتظم. زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. شو هي زاوية السقوط؟ هي الزاوية المحصورة ما بين الشعاع الساقط والعمود المقام اللي موجود في مستوى السقوط، هذا هو العمود المقام، وبالتالي هاي هي زاوية السقوط. زاوية الانعكاس اللي هي الـ angle of reflection، زاوية الانعكاس the angle of reflection، هي الزاوية المحصورة ما بين الـ reflected ray والنورمال تو ذا سيرفيس، او العمود المقام على السطح العاكس. فثيتا اي تساوي ثيتا ار، ثيتا اي اللي هي الانجل اوف انسيدنس، وثيتا ار هي الانجل اوف ريفليكشن. اذا قانون الانعكاس، قانون الانعكاس هو انه الشعاع الساقط والعمود المقام والشعاع المنعكس في نفس المستوى، وزاوية السقوط تساوي زاوية الانكسار. قانون الانكسار، الشعاع الساقط والشعاع المنكسر والعمود المقام بنفس المستوى، وزاوية السقوط وزاوية الانكسار في بينهم قانون بنظمهم وهو قانون سنيل. جيب زاوية السقوط على جيب زاوية الانكسار تساوي معامل الانكسار للوسط الأول على معامل الانكسار للوسط الثاني، معامل انكسار الوسط اللي جاي منه الضوء على معامل انكسار الوسط اللي سبب فيه هذا الانكسار. وعلما أنه معامل الانكسار هو سرعة الضوء في الفراغ على سرعة الضوء في الوسط، وراح نتحدث عن معامل الانكسار بتفاصيل أكثر في المحاضرات القادمة. أعتقد هذا آخر سلايد، نعم. وبالتالي هنا نتوقف، على أمل أن نستمر في المحاضرة القادمة. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.